تشاهدون سميحا يقرأ جملة؟ أهلا ومرحبا بكم في برنامج كلام في الكلام. هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن الكلام، أما أنا فاسمي المفتش فصيح، مفتش اللغة المعروف والمشهور عالميا. ضيفان اليوم فلنتعرف عليهما، وردة ومسعود. والآن تعالوا نبدأ برنامج كلام في الكلام، أما أنا فسأساعدكما على ذلك بصفتي خبيرا في هذا الموضوع. اليوم سأتحدث عن حرف الواو، واو، حيث يلفظ بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هي كما في اسمي مسعود. نعم نعم. والطريقة الثانية هي وه وه كما في اسمي وردة. في الواقع إن هذا الحرف يرد في كثير من الأسماء. بالطبع بالطبع أنا أعرف ذلك، ولكن انظر في كلمة إوزة. إوزة، نعم نعم. وأيضا في كلمة إوز. إوز، لكنني هذا الحرف يلفظ هكذا و و. كنت أظنكما. وانظر إلى لفظ حرف الواو في كلمة بوم. بوم، نعم نعم. وأيضا في كلمة قرود. قرود، هل ترى ذلك؟ انتظر لحظة، انتظر. بما تشتغلان؟ كنت أظنكما نحن نعمل في حديقة الحيوانات، وهذه زوجتي وردة، ونحن نحب الحيوانات أيضا، وهذه أمثلة على حرف الواو كما في ثور. ثور، أعتقد أن هذا البرنامج قد تحول إلى وأمثلة أخرى على لفظ حرف الواو كما في كلمة أسود. أسود، نعم نعم. وأيضا في كلمة حوت. حوت، لكنني انظروا إلى الحرف الذي نتكلم عنه، إنه لون مختلف. وهناك المزيد من الكلمات كنتم مثل نعم، برنامج كلام في الكلام، وكنت أنا المفتش فصيحا. نعم، أعني أنا الذي يحق له أن موعدكم معنا في الأسبوع القادم مع كلام في الكلام. المفروض أن أقول أنا ذلك، كلام في الكلام. دور، دور. وهكذا ترون أنه قد أثبت علميا أن نسيت. توقف توقف، لا أصدق لا أصدق. أنا المخرجة السينمائية الشهيرة ولا أجد ممثلا يستطيع أن يتذكر كلماته. ما هذا؟ اللوحة. اللوحة، انظر جيدا وحاول أن تفهم. تدور تدور الأرض حول حول الشمس مرة وواحدة كل سنة. الأرض الأرض، هذه هي الكلمة. أنا أنسى كلمة الأرض دائما. إنه ينسى دائما.
اقرأ اللوحة. أنا جاهز، لست بحاجة إلى قراءة اللوحة، أنا آسف، أنا جاهز. أهلا أهلا، أحسنت، كنت رائعا. شكرا. أنت مدهش. شكرا. لا تخف. نظامنا الشمسي، المشهد السابع، اللقطة 26. تسجيل. وهكذا ترون، لقد أثبت علميا أن الأرض تدور حول الله. نسيت. توقف توقف. اللوحة اللوحة، انظر جيدا، انظر هنا، تدور 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 الأرض حول الشمس مرة واحدة كل سنة. الشمس، هذه هي الكلمة، أنا أنسى كلمة الشمس دائما. إنه ينسى دائما. لماذا لا تقرأ اللوحة؟ ستندهش أن تعرف كم من المفيد قراءة الأشياء مثل هذه اللوحة مثلا. لو قرأتها لرأيت أن الواو تنطق بأكثر من طريقة. انظر، تدور 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 الأرض حول الشمس مرة واحدة كل سنة. هل تعرفين أنك على حق؟ لم ألحظ ذلك من قبل. لم ألحظ ذلك من قبل. فلنحاول أن نسجل هذه اللقطة. أهلا وسهلا، عشنا ورأينا. ما هذا يا أخي؟ أتحفتنا. نظامنا الشمسي، المشهد السابع، اللقطة 27. تسجيل. وهكذا ترون، لقد أثبت علميا تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل سنة. لقد قرأتها، لم أخطئ لم أخطئ. وأنا سأستقيل سأستقيل، سأعود إلى العمل السينمائي. لا، بل سأعتكف في البيت. لن أعمل، لن أعمل بعد اليوم، لن أعمل لن أعمل. على نظافة مدينتك. ماذا فعلت؟ فكرة جيدة. حافظ على نظافة مدينتك، فكرة جميلة. قابلت.
تقابلت. إنه يفتح الباب. الباب يفتح. الباب مفتوح. افتحوا الباب. ما هذا المعطف الجميل؟ إنه صوف 100%. صوف؟ 100%. زيد، أين يزرع الصوف؟ أين يزرع الصوف؟ يسعدني أن أجيب على سؤالك يا عمرو. الحقيقة يقال إنه يزرع في البرازيل، ويقال إنه ينبت في المناطق الحارة. لماذا تضحك يا عمرو؟ لأن الصوف لا يزرع. لا يزرع. الصوف ينمو على جسم الخروف. عمرو. نعم. كيف يحصد الصوف؟ يحصد. الصوف لا يحصد، بل يجز جزا. يجز جزا. عمرو. كيف؟ كيف؟ هكذا. انتظر يا زيد. انتظر يا زيد. زيد انتظر، كنت امزح معك. زيد. صوف. سميح. لدى سميح 20 ثانية لقراءة الجملة التالية. الرجاء عدم قطف الأزهار. إنها جملة سهلة. الرجاء عدم قطف الأزهار. ولكني لا أقطف الأزهار. يُر ج
جاء عاد اللمس. يرجع عدم اللمس. يرجى عدم اللمس. بارا تبارى في الكتاب. ابحث في الكتاب. في الكتاب. إنها في الكتاب. في الكتاب. في الكتاب. مرحبا يا ميسون. يا ميسون، أعرف أنا زايد. أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد أن أرسل بطاقة بريدية إلى أختي. نعم، لقد أرسلت تسألني عن صحة والدي الذي يزورني حاليا. وهذا هو جوابك؟ نعم، هذا هو جوابي. لقد جف الحبر في القلم ولم أعد قادرا على فهم ما كتبته إليها. يا ميسون، يا ميسون، أعرف. عزيزتي رشا، لقد راح ورد صحته وطاب ذلك. ألم أقل لك غير مفهوم يا ميسون؟ يا ميسون، أعرف. لا، لا يبدو مفهوما. الآن فهمت المشكلة. ماذا؟ إن قلمك لم يكتب المقطع ألف سين تاء، فلنضف هذا المقطع إلى كل من هذه الأفعال. هيا. ألف سين تاء، وهنا ألف سين تاء، ألف سين تاء. رائع عزيزتي رشا، لقد استراح واسترد صحته واستطاب
ذلك. ممتاز عزيزتي رشا، لقد استراح واسترد صحته واستطاب ذلك. رائع رائع، هذا ما كنت أريد أن أكتبه لها. رائع رائع يا ميسون. يا ميسون رائع، شكرا لك. شكرا. عفوا. شكرا لك. انتظر انتظر، لك ما. عندي شيء آخر. ما هو؟ قلم جديد. قلم. شكرا شكرا لك يا مي يا مي يا ميساء. ميسون. ضحكت ليلى هشاما، ضحك هشام ضحك هشام، ضحك هشام ضحك هشام، ضحك هشام ضحك هشام. اسمع هشام بدرا، اسمع هشام بدرا، اسمع هشام بدرا. سمع بدر سمع بدر، سمع بدر سمع بدر، سمع بدر سمع بدر. اغضب بدر سعيدا، أغضب بدر سعيدا، أغضب بدر سعيدا. غضب سعيد غضب سعيد، غضب سعيد غضب سعيد، غضب سعيد غضب سعيد. أخرج سعيد ليلى، أخرج سعيد ليلى، أخرج سعيد ليلى. خرجت ليلى خرجت ليلى، خرجت ليلى خرجت ليلى، خرجت ليلى خرجت ليلى. أعادت زينب ليلى، أعادت زينب ليلى، أعادت زينب ليلى. عادت ليلى عادت ليلى، عادت ليلى عادت ليلى، عادت ليلى عادت ليلى. أضحكت ليلى سعدا، أضحكت ليلى سعدا، أضحكت ليلى سعدا. ضحك سعد ضحك سعد، ضحك سعد ضحك سعد، ضحك سعد ضحك سعد. صافحت. تصافحت. عانقت. تعانقت. Thank you.
نظارتي، أين نظارتي؟ يا آنسة، بقيت 3 دقائق حتى تبدأ نشرة الأخبار. لم أستعد لقراءة النشرة، لم أشكلها، وأظن أنني أضعت نظارتي. اقرأيها دون نظارة. أهم أنباء النشرة وصل لي. لحظة، يصل بالياء وليس بالواو. بالياء وليس بالواو، كنت أعرف أنني سأخطئ، فالياء والواو هما أساس مشكلتي. وصل تصبح يصل، وعد تصبح يعد، وقع تصبح يقع. أرجوك، بقيت 1 دقيقة للنشرة. لا بأس، يصل اليوم. لو سمحت، اليوم وليس اليوم، اليوم. يصل اليوم سيرك الفيل و... لو سمحت، الفيل. يصل اليوم سيرك الفيل ويضم بوما و... انتظري لحظة. بوما. ما كان علي أن أضيع نظارتي، يبدو أني نسيتها في البيت. البيت، حتى هذه تصححها. البيت. أكمل القراءة وأسرعي. يصل اليوم سيرك الفيل ويضم بوما ونسورا واللحظة ونمورا ومهرجين. لو سمحت، ومهرجين. هل نظارتك معك؟ أنا لا أستعمل نظارة. اجلس مكاني. خذ، اقرأ النشرة أنت. لا أستطيع القراءة دون نظارة. كلمة اليوم هي في كل ما نراه. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة، هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في لغة الأصيلة، في الكلمة الجميلة، توحش المعاني ونغمة الأغاني وندرة الأماني وحكمة الحياة. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في لفتة الخيال، في عالم الجمال، في اللفتة اللطيفة، في اللمسة الخفيفة، في النكتة الظريفة، في كل ما نراه. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في لغة الأصيلة، في الكلمة الجميلة،